ابو مصطفى، عفوا. اهلا ابو مصطفى. السلام عليكم استاذ احمد، عليكم ازاي السلام حضرتك؟ ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. والله يا استاذ احمد هنقول يعني هنقول لا حول ولا قوه الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون. يعني هنقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الدوله رقم واحد يا استاذ احمد المسؤوله في كل الاهمال اللي بيحصل والتسيب ده يا استاذ احمد على مستوى مواقف مصر وميكروباصات مصر يا استاذ احمد، اهمال وبلطجه وقله ادب وتعامل بكل شويه سائقي ميكروباص سائقي اوبر عمل ايه وسائق، ولا في حد بيقدم اي حاجه ولا حد بيعمل حاجه ولا حد بيحل حاجه يا استاذ احمد. يا استاذ احمد الراجل ده صدق في حاجه واحده بس، فعلا هو السيسي ده صدق في كلمه قالها وهو فعلا صادق فيها، قال ان الله لا يصلح عمل المفسدين واحنا مفسدين. هو والله مفسد هو والناس اللي معاه كلها، ما بيهمهمش، هم مش شاغلهم الا جمع الاموال ويحطوها ويكنزوها في البنوك بره في اقساطهم بره يا استاذ احمد، وسايبين الشعب مش لاقي ياكل. يا استاذ احمد، يا استاذ احمد كان في راجل راكب ميكروباص بيبكي ما معهوش ثمن الاجره بتاع الميكروباص يا استاذ احمد، وبيقول قسما بالله يا اخوانا انا ببيع، كنت مجهز بنتي عروسه ببيع جهازها حاجه بحاجه عشان اكل اخواتها. يا جماعه احنا بقينا في وضع سيء، عشان بس يا استاذ احمد بسمح لي معلش، عشان بس ليا اسبوعين كنت عايز اكلم حضرتك عشان خاطر الاستاذ وليد اللي كل شويه يدخل في عندنا ايجابيات وفي بره سلبيات. طب انت لما انت عندنا ايجابيات عجبك سبت البلد ومشيت بره ليه؟ ربنا يكتب عليك عيشه المصريين اللي انت عمال كل شويه تقول لي ده لا في بره برضه في المانيا والبانيا مش عارف في سلبيات وفي حاجات. طب ما انت في عندك سلبيات وعندنا في مصر ايجابيات، ما تيجي تقعد في البلد، ايه اللي سيقلم خليك ساب البلد وماشي وسبتها ومشيت؟ يا جماعه اي حد يستخف بدمه ولا اي حد، يا اما انت ان لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل، كفايه حرام عشان احنا تعبنا نفسيا، الناس مش لاقيه تاكل حرفيا، الناس مش لاقيه تاكل، ده ما يرضيش ربنا والله. والجيش دايس ومكمل والحكومه دايسه ومكمله والسيسي دايس ومكمل، راجل اهبل ولابس عمه مش بتاعته، اقسم بالله الراجل ده يصلح يكون شيخ بلد مش عمده، لا يصلح يكون شيخ بلد، وحسبنا الله ونعم الوكيل.